السلام عليكم ورحمة الله خوتي المغاربة، كي دايرين؟ كلكم بخير، كلكم مزيان ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. غدا ان شاء الله عندنا ماتش ديالنا ان شاء الله، حتى حنا تنباركوا بعد الارجنتين وصول ديالها النهائي ان شاء الله في انتظار المغرب ان شاء الله غدا ان شاء الله بحول الله. كنت بغيت نتكلم اليوم على واحد الموضوع اللي اثار الجدل بزاف هنايا في قطر وفي المغرب، المشكل ديال التذاكر والطريقه اللي تتم بها واللي وزعوا بها التذاكر، اللي صراحه هذاك الشيء ما تشرفناش هنايا، هنا ما تشرفش البلاد، ما تشرف حتى شي حاجه. واحد الفوضى كبيره، الناس مساكن مشاو من البارح تسعود الليل وما واقفين، وفي الليل والبرد، وفي الاخر كاين اللي بقى مسكين مرض كاع وما خذوش التذاكر ديالهم. كاين اللي جا القطار ووصل وما عندوش تذكره وبقى في المطار، ما بغاوش يخرجوا من المطار. هادشي تيسيء لينا حنا كمغاربه، وتيسيء لينا كاملين، لانه ما يمكنش نتايا تتجيب عباد الله في الطيارات وتتمشي وفي الاخر ما تتعطيهمش التذاكر. الا جايب الناس قول لهم راه في الاول ما كاينش تذاكر، وانت قلتي تتعمر في الطيارات وتجيبو في الطيارات وفي الاخر الناس ما عندهمش لي بي، راه كيفاش يعقل هادشي اللي تيدار هذا؟ راه الناس هادو راه خصهم، راه سي انكرويابل هادشي اللي واقع هنايا في قطر. خصهم تعرفوا الناس اللي في المغرب، كاينين الناس دابا اللي حاصلين في المطار هنا، وكاينين الناس حاصلين في المطار في المغرب، صافي ما بغاوش هنا قطر من وقع داك المشاكل في المطار، ما بغاوش يخرجوا، عطاو اوامر باش الطيارات كاع اللي كانوا جايين يحبسوا. دابا راه الناس مبلوكين في المغرب، اخر طياره يمكن 8 ونص اللي طلعت. راه كاينه واحد الفوضى، راه فوضى كبيره بزاف. والمشكل اللي دار هذو الناس هذو خصهم يتحاسبوا على هذا الشيء اللي داروه، جالسين تيصيفطوا في الطيارات وما تعطيوش. انت باغي تجيب الناس عطيهم التذاكر ديالهم في الطياره، ولا عطيهم التذاكر ديالهم مع المطار، قول لهم راه غادي نعطيكم التذاكر ديالكم، ماشي تجيبوا الناس وتخليهم هنا حتى الاخر. الناس بزاف راهم مستائين بزاف من هادشي اللي حصل، ولا هادشي اللي واقع. حشومه هادشي اللي تيديروا في الناس وبهالطريقه باسله، وما كاينش رده الفعل، والو، لا سفاره ولا حتى شي واحد تيتدخل ولا يهضر ولا يقول شي حاجه. الناس مساكن جايين ضاربين وخاسرين فلوس وضاربين تماره. كاين اللي بقى بلوكي في المطار في المغرب 4 سوايع 5 سوايع وعاد طار الطياره وجايين حتى لهنايا وما لقاو لا تذاكر لا حتى شي حاجه. كيفاش انت تدير طيارات وتعطي للناس وتتقطعي الارام، تتقطعي الناس، تتقطعوا عليهم وتعطيهم تذاكر باش يخلصوا مساكن الناس يمشيو يتسلفوا وياخذوا الفلوس باش يجيو يقطعوا، وفي الاخير تيجيو لهنا وتيحصلوا ما عندهم لا ليبي لا والو. راه حشومه هادشي اللي تديروا، هادشي راه تسائل لينا بزاف، تيسيء المغاربه كاملين اللي هنايا. الناس مساكن عرفتي شحال لقيت ديال المكالمات، يعيطوا بغاو التذاكر، كلشي باغي التذاكر. انا اقسم بالله الا التذاكر ديالي انايا لولادي جاو راهم باقيين الله يجيبهم على خير، والله العظيم لخديتهم من السيد تحلو واحد الوقيته، خديت 4 تذاكر شريتهم. لحقاش هادشي اللي واقع هنايا في هاد لا فيديراسيون وفي هادشي راه حشومه وعار. نتمنى ان شاء الله هادشي ما ياثرش علينا حنايا، نبقاو مركزين. عندنا ان شاء الله ماتش ديال غدا، وهادشي ان شاء الله راه يجب المعان نرجعوا ليه، وخاص المحاسبه، وخاص الناس ترفع شويه من المستوى ديالها. المسؤولين باغيين تنظموا كاس العالم، ثم الناس ما قدرتش تعطيهم تذاكر، تتهضروا حشومه كاع، والله الا تتحشموا الواحد. السلام عليكم، سمحوا لي هضرت بهذه الطريقه، لك تعصبت لهذا الشيء، هادشي ما تيدارش، حشومه بزاف.